والآن مع أهم أخبار المال والأعمال مع ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكم أميرة العقدة وشروق عماد الدين، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. شدد رئيس الوزراء على أهمية ملفات العدالة الاجتماعية التي تضعها الحكومة حالياً على أجندة الأولويات. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين. وخلال الاجتماع استعرض مدبولي ما أنجزته الدولة في الفترة الأخيرة في ملفات العدالة الاجتماعية المختلفة، حيث أوضحت الأرقام زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكفل وكرامة وبرنامج الإسكان الاجتماعي والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب المعاشات، وكذا برامج الدعم التمويني وغيرها مما تقدمه الدولة للشرائح المستحقة. صرحت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن مصر لديها محفظة تعاون إنمائي ضخمة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وثنائيين، وأضافت أنه يتم في إطار تلك المحفظة تنفيذ العديد من البرامج ومشروعات التعاون الإنمائي إلى جانب تبادل الخبرات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة، وكذا توفير الدعم الفني بما يعزز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال إلقاء الوزيرة محاضرة للقيادات الحكومية المشاركة في البرنامج القومي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية بحضور المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب. في إطار العمل على تعزيز آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اجتماعاً ضم رؤساء أجهزة حماية المنافسة للدول الثلاث لدعم التعاون بين الأطراف في مجال قوانين وسياسات المنافسة. تم خلال اللقاء مناقشة سبل توسيع التعاون وآلية العمل المشترك لتبادل الرؤى والخبرات والعمل على مكافحة ومواجهة أي ممارسات احتكارية عابرة للحدود تمس اقتصاديات الدول الثلاث. جاء توقيع مذكرة التفاهم استكمالاً لسعي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نحو تعزيز التواجد على المستويين الإقليمي والدولي وتوسيع التعاون الثنائي مع أجهزة حماية المنافسة في مختلف دول العالم. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأسبوع، مدعومة بعملية شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمحلية، بينما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1.3 تريليون. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 79% ليبلغ مستوى 19,375 نقطة، بينما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 43% ليبلغ مستوى 3823 نقطة. وشملت الارتفاعات أيضا مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنسبة 0.5% ليبلغ مستوى 5613 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية، غيرت أسعار النفط مسارها وتحولت للتراجع، اضطغط المخاوف بشأن الطلب خلال موسم الشتاء والتوقعات الاقتصادية غير الواضحة للصين على التوقعات بتقلص الإمدادات نتيجة لتمديد السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج الطوعية. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 0.2% مسجلا 90.84 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3% ليصل إلى 87.51 دولار للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.75% لتصل إلى 3.16 دولار للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.47% لتسجل $2.59 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أكدت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.2% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من عام 2022. وأشارت الهيئة إلى أن الأنشطة غير النفطية حققت ارتفاعا يقدر ب 6.1% على أساس سنوي و 1.6% على أساس ربعي. وحققت الأنشطة الحكومية نموا يقدر ب 2.3% على أساس سنوي، بينما سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 4.3% على أساس سنوي. أكدت الإدارة العامة للجمارك الصينية أن واردات النفط الخام الصينية زادت في أغسطس الماضي مع زيادة المصافي للمخزونات وارتفاع عمليات التكرير للاستفادة من الأرباح الأعلى التي يدرها تصدير الوقود. وأشارت الإدارة العامة للجمارك الصينية إلى أن واردات الشهر الماضي إلى بكين أكبر مستورد للنفط في العالم بلغت 12.430 مليون برميل يوميا، مؤكدة أن واردات الصين في الشهور الثمانية الأولى من العام زادت بنسبة 14.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأميرة وشروق لاستكمال ما تبقى من النشرة، إليكما. شكرا لك ليلى عمر على هذه الجولة الاقتصادية.